لو انتوا فاكرين في اول الحصة في اول الحلقة قلنا ان في موضوع مهم جدا حابب اتكلم معاكم فيه، والموضوع ده بيضيع مننا كمية حسنات رهيبة. واحنا يا اولاد ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نتحرى الحاجة اللي تجيب لنا حسنات، نشوف ايه اللي يجيب لنا حسنات نعمله واللي يجيب لنا سيئات نتركه، صح ولا انا غلطان؟ ونحذر الناس منه ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فيه، صح يا اولاد ولا انا غلطان؟ صح طيب انتوا عرفتوا انا صح هتكلم عن ايه دلوقتي؟ ها حد يخمن كده انا هتكلم عن ايه؟ عرفتوا احنا هنتكلم عن ايه؟ السلام تنمر. جميل. طيب اللي احنا بنسميه اللي بنسميه ايه في القرآن يا اولاد؟ حد يعرف يجيب لي آية من القرآن بتنهى عن التنمر؟ ها؟ حد يعرف يا اولاد؟ ها؟ وده بقى التطبيق العملي للقرآن، ان احنا نشوف ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه ونعمله. قول يا دكتور محمد. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. الآية أيوه، تناوز بالألقاب. طب ده جزء، هو أصل الآية بقى يا ولاد، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، اللي هو السخرية. إن أنا أشوف مثلا، هو على كذا نوع، إن أنا أشوف مثلا واحد هدومه مش مثلا قديمة أو مقطعة، أنا ما أعرفش ظروف إيه، فأقعد شايفين فلان هدومه، أنت يا ابني أنت حد يعطيك الهدوم دي صدقة؟ أو أنت شاحت الهدوم دي من حد؟ دي أول حاجة. إن أنا أمسك واحد كده أشوفه أضعف مني أو ماسكه ضربه أضربه، أو إن أنا أمسك فلان كده تخين أقول له يا كلبز أو يا بكابوس أو يا حاجة زي كده، نقعد نتريق عليه. أو مثلا واحد رفيع أقول له مثلا يا سفاية أو يا سفروت أو يا كلام من ده كله. واخدين بالكم؟ إن أنا مثلا أشوف مثلا واحد طفل ضعيف كده وأجيب شنطته، ثواني يا يارا هقول لك، يا يارا يا ريم هقول لكم دلوقتي بس ما أخلص الكلام. أو أنا أشوف طفل ضعيف يا أولاد أقوم جاي ماسك الكتب بتاعته واقوم راميها على الارض واقول له لم، واقوم زقه برجلي او اعمل اي حاجه. او اشوف واحد ربنا ميزه عننا، ربنا سبحانه وتعالى ميزه عننا يا اولاد بان لون بشرته غامقه، تمام، اسمر اللون، وده اصلا مش عيب فيه، احنا عندنا اسياد الخلق اسياد الدنيا كانوا سمر، سيدنا موسى كان اسمر، سيدنا بلال بن رباح كان اسمر، خلاص يا اولاد، فده مش عيب. سيدنا زيد بن حارثة كان اسمر، سيدنا أسامة بن زيد كان لونه اسمر، ده احنا نفتخر الناس اللي لونهم اسمر دول الجمال كله في السمار، فاحنا ما ينفعش نتنمر على انسان بسبب عرقه او بسبب لونه. ان انا اشوف واحد كده يا اولاد، ثواني يا اولاد اما اخلص خالص هنتكلم واساله براحته. ان انا اشوف مثلا واحد يا اولاد كده جاي اقوم ماسكه اقعد امسكه من هدومه واقول له انت عارف انا على امسكك اضربك، اصلا انت ما تاخدش في ايدي، ده انت ما تاخدش قلم، انت القلم يخليك تدوخ تقع في الارض او اعمل اي حاجه زي كده. كل ده يا اولاد ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنه. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. ربنا سبحانه وتعالى يا اولاد لما بيجي بيتكلم مثلا يتكلم عن حاجه ما بيحددش ذكر عن انثى الا في حالات معينه، يعني مثلا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، هو اتكلم عن جمع، شمل الجمع بصيغه الذكور لانه يشمل الذكر والانثى، ما قالش واقمنا الصلاه واتينا الزكاه مثلا يعني مثلا في حاجه معينه. فربنا سبحانه وتعالى دايما بيوجه الكلام للرجال والكلام بيشمل الذكر والانثى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يا اولاد في الايه دي بالذات قال لك يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر اسم النساء هنا او
قال لك رجال ونساء، لأن السخرية في الغالب بتكون في النساء، بتكون في النساء بالأمر ده، بيبقى يكون لأن ده من طبعهم، وده يعني ربنا سبحانه وتعالى جاب لكل إنسان بطبع معين، وكل طائفة يعني مثلا الرجال لهم طباع معينة والنساء لهم طبيعة معينة. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا جماعة حذروا، يا ناس يا مؤمنين بالله حذروا من هذا الذنب. أنا دلوقتي بالظبط بالظبط كده، واحد مسكني ضربني علقة موت، وقمت بعد ما ضربني قلت له شكرا خد طبق الفاكهة ده. أنا لو عملت حاجة زي ده، لو عملت ذنب زي، لو عملت موقف زي ده، الناس هتقول عليا إيه يا أولاد؟ يعني مثلا واحد جه قام خبطني بحاجة عورني أو كلام ده، الناس هتقول عليا لو أنا عطيت له فلوس أو عطيت له هدية، الناس هتقول عليا إيه؟ ها قولوا لي كده، اتكلموا، لا اتكلموا براحتكم، افتحوا المايك واتكلموا، هتقول عليا عاقل ولا مجنون؟ مجنون واحد مجنون مسكين. مجنون اه فانا في الحاله دي انا بالظبط يا اولاد لما اتنمر على انسان، ما هو انا بديله بقول له اتفضل حسنات على طبق من ذهب، انا بصلي وبصوم وبتصدق وبقرا قران وبحفظ قران مع الشيخ وبروح المدرسه بسمع كلام بابا وماما، بعمل حاجات كتير يا اولاد، ومع ذلك بتعب انا فيها وبديها لواحد بكرهه بكرهه جدا على طبق من ذهب. الحب والخلق ده يا اولاد امر قلبي، فاحنا يعني انا ممكن احب او اكره، ده امر قلبي وكلام ده كله، فانا فلان ده انا ما بحبوش، ما ادريش من حسناتي، ما اتكلمش عنه، ما اسخرش منه. فدلوقتي يا اولاد انا ايه فيا احسن من اللي قدامي عشان اتنمر عليه؟ قولوا لي كده، هو انا ليا ايدين، ايد زايده ثالثه او رجلي ثالثه او بفهم احسن منه او هو احسن اجمل مني؟ هو الجمال متفاوت. طيب هقول لكم على موقف حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف ده يبين لنا ان دين الاسلام نهى عن التنمر اطلاقا، وان التنمر ده فعل بشع بشع جدا. اللي هو ايه يا اولاد؟ سيدنا بلال بن رباح وسيدنا ابو ذر الغفاري، دول اتنين من الصحابه، ده مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيدنا بلال بن رباح وسيدنا ابو ذر الغفاري من كبار الصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه، كان من الزهاد جدا سيدنا ابو ذر الغفاري. فكان بيتكلم مع سيدنا ابو ذر، بيتكلم مع سيدنا بلال، فاشتد بينهم النقاش. فسيدنا ابو ذر قال يا ابن السوداء لسيدنا بلال عشان هو كان اسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف احمر وجهه، قال اعيرته بامه؟ يعني انت تنمرت عليه وقلت له صفه في امه هي مالها الذنب فيها؟ عيرته بامه؟ انك امرئ فيك جاهليه، انت راجل لسه فيك الجاهليه بتاعت قبل الاسلام، ده من الجاهليه قبل الاسلام. احنا لا فرق بين عربي واعجمي، يعني ما فيش فرق بين واحد عربي وامريكي وكندي واسترالي وايطالي والماني، ما فيش فرق، ولا ابيض ولا اسود ولا احمر، مفيش فرق بين واحد لونه ابيض او واحد لونه اسود او واحد لونه احمر، الا بالتقوى والعمل الصالح، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الشاطر والتقي الانسان الكويس هو اللي بيكون ربنا سبحانه وتعالى رزقه التقوى وبيعبد الله سبحانه وتعالى حق العباده. قال اعيرته بيومه؟ انك امرئ فيك جاهليه، ينفعش. فالنبي صلى سيدنا ابو ذر، سيدنا ابو ذر قام عامل ايه بقى؟ قام حاطط خده على الارض وقال له طق وجهي، يعني حط رجلك على وشي كده، وسيدنا ابو ذر حط رجله على الارض. سيدنا بلال بن رباح عامل ايه يا ولاد بقى؟ الموقف الجميل جدا من سيدنا بلال بن رباح ان هو قام واخد سيدنا ابو ذر وقام حضنه، خلاص هم اصحاب بيحبوا بعض، ربنا سبحانه وتعالى جعلهم خير الناس بعد الانبياء. سيدنا بلال بن رباح حضن سيدنا ابو ذر وتباكوا وصالحوا بعض وسامحوا بعض، وسيدنا بلال قال له انا سامحتك، سيدنا ابو ذر اعتذر له. فالامر سهل، انا ربنا سبحانه وتعالى ميزني مثلا بلون اسود الاسمر، ده نعمه من عند الله سبحانه وتعالى، هو مش مقياس يا اولاد. طب ما احنا عندنا الابيض اللي لونه ابيض وكان وشه بيبج حلاوه كده وكان جميل جدا، اللي هو ابو لهب، كان لونه ايه يا اولاد؟ كان لونه ابيض.
هل هذا شفع له عند الله سبحانه وتعالى؟ يخلد في نار 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 جهنم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. طيب يا أولاد، عرفنا أشكال التنمر وإن التنمر محرم عندنا في الإسلام. مش محرم وبس يا أولاد، لا ده هو هياخد مني حسنات لما أتنمر عليه. طيب أنا دلوقتي شفت واحد متنمر، أعمل معي إيه؟ حد يعرف؟ يلا شاركوني كده، يلا ها قول يا خالد. تسأله هو أنت أحسن منه في إيه؟ جميل، ها ده أسلوب جميل. يلا قول يا مريم. كمان لازم نمنعه. برافو، أحسنتي، اللهم بارك. ها قول يا يارا. بنفعش نشد شعر أو ملابس. جميل، أحسنتي، برافو. قول يا مكة. ننصحه وكده حرام. أحسنتي، اللهم بارك. جميل، شطار، ده انتوا جبتوا الحل خالص في حاجة بس خالص. ها مين يعرف؟ قول يا يحيى. نقول له ما منفعش كده. أحسنت، يبقى أول حاجة يا أولاد ننصحه، ما تنصحش، ما نتكلمش معاه، ما نتعاملش معاه، إحنا بنجتنب أهل المعاصي، لأن ده بيعمل معصية، هننصحه مرة واثنين وثلاثة، ونكون واقفين في صف الأخ اللي هو بيتم التنمر عليه، يعني نكون معاه، بنساعده، واقفين معاه، مش عاطي يعني ما بنديش فرصه لحد ان هو يتنمر عليه، عشان ربنا سبحانه وتعالى هيسالنا انت كنت واقف في الموقف ده وما دفعتش عن الانسان المظلوم اللي هو بيتم التنمر عليه ليه؟ طب انت ما نصحتش فلان ده اهو سين من الناس اللي بيتنمر ليه؟ فهمتوا يا اولاد؟ فهمتوا مساله التنمر؟ اتكلموا. جميل، يبقى احنا دلوقتي هنتكلم سريعا كده، نلم الدرس كله في دقيقه او دقيقه ونص. احنا دلوقتي عندنا اشكاله ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القران الكريم: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا انفسكم. طب ربنا يا اولاد قال ولا تلمزوا انفسكم ولا تنافسوا، يعني ما تقعدش ايه مثلا قاعدين كده مع بعض بتقول ايه؟ فاكر يعني مثلا انا ومحمد وبدر قاعدين مع بعض، فبقول له فاكر يا محمد واحد من الناس كده عمل حركه كذا، والحركه دي مش لطيفه خالص، فهو معروف مين اللي عمل الحركه دي في القعده، مثلا بدر، فبدر يزعل ويتضايق انا كده. فربنا سبحانه وتعالى لا، فلا تلمزوا انفسكم، ما ينفعش انت كده بتلمز نفسك او بتعمل الذنب الوحش ده في نفسك انت، لان اخوك هو نفسك. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تلمزوا انفسكم، لان ده اخوك، صاحبك، حبيبك، اللي انت لما تدخل الجنه ان شاء الله هتبقوا انتوا الاثنين قاعدين على سرر متقابلين. فينفع نبقى قاعدين نقعد نعمل كده مع بعض في الدنيا ونبقى؟ طبعا. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، ما نقعدش نطلع على بعض يا اولاد اسماء، لان دي تنابز بالالقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب. ومن لم يتب يعني اللي ما يتوبش في من الذنب العظيم ده يا اولاد، ربنا سبحانه وتعالى هيعذبه عذاب شديد. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. والظالمون دول اللي هم تجاوزوا الحد في الطغيان والظلم، فربنا سبحانه وتعالى هيعاقبهم عقاب شديد. اشكال التنمر الاولى ان انا اشد ملابس او شعر حد زميلي في المدرسه، او ان انا اضربه او امد ايدي عليه، او ان انا اطلع عليه اسم وان انا اسخر منه، او ان انا امسك شنطته واكسر الحاجه اللي فيها وارميها على الارض واشوفها عزك الله برجلي، او ان انا اشوف واحد لونه مختلف عن لوني فاقول له يا شوف يعني ده شكله مش حلو، او ان انا اتحرش بالاطفال، ان انا اتحرش بالطفل وكلام من ده كله، بالطفل صاحبي ان انا امسكه اقول له انت عارف انا بايدي اصلا اعرف ان انا تنديك يد طيارك لحد هناك كده، انت ما فيكش الم بقى. كل الكلام ده ما ينفعش. بعد كده يا اولاد قلنا ان انا لما بتنمر على انسان او اسخر من انسان او اعير انسان بذنب دي، او ان انا اعير انسان بحاجه هو ملوش ذنب فيها، ده بياخد من حسناتي بالظبط بالظبط يا اولاد، ان انا بديله طبق كده، طبق
عليه طبق من ذهب عليه حسنات كتير جدا، قول له اتفضل انت ما تعبتش فيها خالص، بس هتاخدها على الراحه عشان انت صبرت على حاجه زي كده، على اذى اصابك مني. فربنا سبحانه وتعالى احنا هنتحاسب يوم القيامه يا اولاد، هنقف انت ليه قلت لفلان كذا، وانت يا نبيل مثلا كنت انت قاعد مع فلان ده هوت وهو بيتنمر على صاحبك ده وما نهيتش قلت له ده حرام ليه؟ فربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على الحاجات ايه؟ على الحاجات دي. سهله ولا صعبه يا اولاد المساله دي؟ سهل. طيب احنا دلوقتي انا طولت عليكم النهارده كتير جدا، حلنا كتير جدا النهارده. زمانكم زهقت ولا لسه؟ لسه يعني انت هتزهقوا كمان شويه؟ هتزهقوا كمان شويه؟ ايوه هتزهق كمان يعني هتزهق مني يا خالد؟ شكرا يا خالد، شكرا يا رجاله، شكرا، ما كنتش مستني وجهه كده والله. طيب احنا دلوقتي احنا ان شاء الله اتكلمنا عن المساله المهمه دي يا اولاد، لان احنا في بدايه عام دراسي، فممكن احنا نعمل حاجه زي كده، فلازم ناخد بالنا من حاجه زي دي ونبدا ننصح ونعلم اصحابنا حاجه زي ديت، عشان ربنا سبحانه وتعالى يكون يدينا حسنات كتير جدا على ان احنا بنامر بالمعروف وننهى عن المنكر. ختاما احنا بنقول يا اولاد في اخر كل حصه سبحانك، ها يلا افتح صوت يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. السلام عليكم يا ريم.